أعظم الإفساد وأشنعه وأفظعه الإفساد في الدين، وأعظم الإفساد في الدين وأقبحه الإفساد في حق رب العالمين. فإن أعظم ما أمر الله جل وعلا به هو التوحيد، بأن يفرد وحده بالعبادة دون ما شريك. وبالتالي أعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك، أن يشرك مع الله غيره، سواء في عبادته، سواء في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، سواء في ربوبيته. هذا هو أعظم الفساد، لأنه أعظم الفساد في الدين. ومن الفساد في الدين القدح في النبي عليه الصلاة والسلام، إما بتكذيبه بأنواع دعاوى التكذيب، بأن يقال إنه كذاب أو ساحر أو شاعر أو كاهن، وكلا الأربع أوصاف قبيحة وصف بها المشركون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فاتهمه الوليد بن المغيرة بأنه ساحر وما جاء به سحر وهو القرآن، واتهمه مشرك قريش وغيرهم بأنه كاهن وما جاء به هرطقة كهان في القرآن، واتهموه بأنه مجنون وما جاء به خذاريف مجانين في القرآن. وأيسر هذه التهم الشنيعة أن اتهموه بأنه شاعر وما جاء به شعر، وقد نزه الله نبيه عليه الصلاة والسلام عنها كلها حتى عن الشعر، فقال صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا في حقه صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أفاد ذلك أن الكمل من عباد الله لا يليق بهم الشعر في نظمه وقرضه، لا في حكايته ونقله، لأنه نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه تمثل، ومما تمثل به قوله: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، أخرجه البخاري في الصحيح. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، واللفظ لمسلم، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمررنا بالعرض وإذا رجل قائم ينشد شعرا، يقصد على الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: احبسوا الشيطان، أو قال: امسكوا الشيطان. ثم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي مثل هذا تمثل الإمام المطلبي محمد ابن إدريس الشافعي في قوله: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي.